الجيدة والسيئة، جميع هذه الحقائق تشبه الأسد عند ملامستها، تقلب العالم رأسا على عقب. الحقيقة هي بحر لا قاع ولا شاطئ لها، أما مياه هذا البحر فهي عبارة عن نار حارقة وأمواجه لؤلؤ. يا أيتها الروح، هذه هي الحقيقة، مطر من اللهيب، بقطرة منها يتحول العالم كله إلى خراب. وفي الطوفان الذي تشكل بهذه القطرة، يركب البعض مع سيدنا نوح عليه السلام على متن السفينة، والبعض الآخر يغرق بمكانه. كل إنسان مخلوق من تراب. كل إنسان مخلوق من تراب، ويوجد في جسده الكثير من نور الشمس. هناك الكثير من الأسود صاحبة الزئير القوي، وبعضهم متنكر ومختبئ في هيئة الغزلان. في الواقع كل ما يبحث عنه المرء، أي شكل أي صورة، تتشكل عن طريق الفكر، وعندها يبعث النبي من قعر الهموم. إنها الأفكار. الأفكار مثل مريم تحبل بالمئات من أمثال عيسى. ما هي الحقيقة التي يخبئها الليل؟ ما هذا الذي ينهمر من السماء وكله ملطخ بالدماء؟ هل هي الدماء السائلة من قلبك أنت؟ إذن ما هو القدر؟ هل هو إيقاف ذاك الدم؟ أم الغرق في شلالات من الدماء؟ Thank you.
حسين، جهزوا لي الحمام. ممكن بأي لحظة مولانا السلطان يطلبني لعنده، ولازم كون حلوة. وانت بعتي لي خبر للمطبخ، خليهم يساووا لي مهلبية نفسي هافة عليها. خبرت الجواري ما يردوا عليها، بس السلطانة فاطمة أمرتهم بهذا الشيء وعم يعاملوها وكأنها سلطانة. معلش خليها تنبسط، لأنه ما رح تطول كتير والسلطانة فاطمة رح تكون نهاية قريبة. ليش رضيتي بهالشي يا سلطانة؟ كنت مفكرتك إنك مانك طايقة أبداً تشوفي وشه للباشا. ويام يلي جابته لهون بدها ترجعني لقلو لحتى تخلص مني. وطبعاً الباشا اجته فرصة العمر ورح يستغلها، ومولانا السلطان اتدخل فاضطريت وافق. بدها تنتقم مني بعد اللي عملته فيها، وبنفس الوقت ترجع سلطتها وقوتها يلي خسرتهم بسببي. مصطفى باشا مستحيل يرضى يعمل هيك شي ويتخلى عن كبرياءه ببساطة. كبرياءه؟ أنو كبرياء يا ألفت؟ هذا واحد ما عنده أخلاق، ما خلى ست أو جارية بالمدينة اللي عايشين فيها إلا وعمل معها علاقة. وفوق كل هاد طلعت أنا المذنبة، بحياتي ما توقعت يصير فيني هيك شي. بهالحالة رح تكتبوا كتابكن مرة تانية؟ سلطانة أهلا وسهلا يا هيام. شو هالزيارة المفاجئة هاي؟ قلت أكيد أنتي متلهفة لشوفتي، وأجيت لقلك أني عم بهتم بحفل زواجك بذات نفسي، وأكيد بأقرب وقت رح نودعك بعرس وحفلة كبيرة بليق بمقامك. قلتلك من قبل المكان يلي بقعد فيه ما بيضل فيه حزن بنوب. من وقت ما أجيت لهون الضحكة ما عم بتفارق وشك الملائكي، لأنه هالشي كنتي فائدتي بسبب مصايبك وهمك الكبير الماله حدود. أنا فرحتي رح تكون بعرسك، وأي شي بتحتاجي ياريت تبعتي لي خبر فوراً. لسه في وقت للعرس، والله أعلم مين بيموت ومين بيعيش لوقتها. مزبوط كلامي هو يا؟ أميري سليم، أنت إجيت لحتى تنقذني وتطالعني من هالحفرة ما هيك؟ قلي لي مين اللي ساعدك؟ مين سمح لك تنزلي على السوق بلا إذن؟ غضنفر ولا جيهان خانم؟ احكي يا خانم، غضنفر ما هيك؟ ولا في حدا تاني؟ ابدا، بحلف لك انه ما له ذنب ابنه. انا طلعت مني لحالي وما حدا ساعدني بشي، هو ما بيعرف الموضوع. لا تكذبي يا نور بانو، فكرك رح صدق انك طلعتي لحالك من الحرم لك؟ ما مهم انا شلون طلعت، المهم شو هو السبب. أنا طلعت من شانك أنت وبس، طلعت لحتى أحمي حبنا ومستقبلك. فهمني مين أنت يا خانم؟ كيف بتسترجي؟ لك يعني ما صفي بالدنيا غير مرة تجي تخلصني؟ أنا مهمتي هي إسعادك مثل كل الجواري الباقيين، ولهذا السبب بعتوني لعندك لحتى أكون درعي يحميك من أي شيء ممكن يضرك أو يزعجك. شو عم تعملي هون؟ مين اللي بعتك لعندي؟ رب العالمين. أنت تجاوزتي حدودك وزيادة كتير كمان، ولازم تتعاقبي على هالشي. إذا بتتركني وبتدير لي ظهرك يا سليم، وإذا بتحرمني من شوفتك وبتطلعني من جنتك، موتني وخلصني من هالحياة، حياتي ما لها طعمة من دونك. سمو الأمير،
هي أول وآخر مرة يا غضنفر، إذا بترجع وبتغلط مرة تانية رح طير لك راسك. سكر الباب. شو وضع خضر باشا بهالأيام؟ إن شاء الله رح يساوي الشيء اللي طلبناه منه. بكرة رح تخلص المدة اللي أعطيته إياها يا مولاتي، أنت كوني مطمنة. رح يخبر مولانا السلطان بذات نفسه ويثبت براءتي ويقول إنها كانت لعبة من علي آغا. لازم نكون متوقعين كل الاحتمالات. خضر باشا مانو لقمة سهلة، والله بيعلم شو يلي عم بدور براسه هلأ. أنا بعرف إنه بيحب بنته كتير وما بعتقد إنه رح يخاطر بحياتها. أنت نبهت على الأغوات يا رستم إنه ما حدا يأذيها أو حتى يلمسها؟ إذا بتسمحي لي روح هلأ يا سلطانة، صار لازم جهز حالي ولساتني ما ودعت السلطانة مريم كمان. الله يوفقك ويكون معك يا رستم باشا، خليك حذر ومنتبه منيح لأنه أنا ما بدي أخسرك كمان. احترامي حضرة الباشا. سمو الأمير مصطفى بيقول لك لا ينشغل بالك على مهرونيسا خانو، وطول ما أنا موجودة بمانيسا الأمير رح يكون مسؤول عنها. واضح ما عندك علم بأي شيء يا منصور. الخواني راحوا خطفوا بنتي وعم يهددوني فيها. شو عم تقول يا باشا؟ وشلون عرفت هالشي؟ رستم الواطي إجا لعندي وما بعتقد رح يكذب علي بمثل هيك موضوع. وشو طلب من جنابك؟ إنه أحكي مع مولانا السلطان وقل له إنه الجيش الانكشاري هن المحقوقين، وبده قل له إنه علي آغا نصب فخ لرستم باشا. بس واضحة رستم باشا بده يانا إنه نبرقه. وليش ما بتروح لعند مولانا وبتبرقه؟ لأنه رح يتهم سمو الأمير مصطفى فيها، لأنه علي آغا من زمان موضح لمولانا السلطان هو مع مين. شوف هالقصة، حياة بنتي من جهة، ومن جهة ثانية وعدي وصداقتي مع الأمير. شو هالامتحان الصعب اللي أنا فيه؟ جناب الباشا، يا باشا، يا حضرة الباشا، هو بالحكيم فورا. جناب الباشا بعيد. أكيد سمو الأمير بيكون عارف بالموضوع، والفهد كمان هني، وهنن أكيد رح يعرفوا وينه ويرجعوا لك ياها. بس إذا بيصير شي لمهرونيسا والله لهد الدنيا كلها فوق روسهم. مصطفى؟ أهلين سلطانة. أنت وين كنت مبارح المساء ما رجعت على القصر؟ شوفي وشك مانو طبيعي، لا يكون صاير معك شي. لا مهرونيسا وينها؟ هي كمان ما مبينة. سلطانة أنا رح قلك الحقيقة لحتى ترتاحي. بيني وبينها لمهرونيسا ما في أي شي من اللي عم تفكري فيه بنوم، ومستحيل يصير هيك شي. وأنا خبرتها هاد الحكي، وهي رح تضل فترة بمزرعتها، وبعدين بالوقت المناسب أنا رح أبعتها لعند أبوها. بعتوا عساكر كمان على مزرعة مهرونيسا. تحت أمرك يحيى بي. خير شبك؟ مبين مبسوط كتير. لو شفت كيف راحت مهرونيسا خانو من القصر كنت بتقول الله يعين حراسها. طالما هيك روح على مزرعتها وشف لي كيف أوضاعها. سمو الأمير بده يتأكد أنه هي بأمان.
إذا بدك يعني روح بروح، بس أنت شفت اللي أنا شفته. الشيء الواضح إنه طول ما ميهرونيسا رح تضل هون رح تشغل باله لسمو الأمير. بيقولوا البعيد عن العين بيصير بعيد عن القلب. شيخ زادة أفندي، أنت بتعرف قديش أنا بحترمك وبقدرك، بس عم بسمع حكي وكلام ما بعرف إذا كان صحيح، وهالكلام عنك. إن شاء الله يكون خير يا مولانا. إن شاء الله. واضح إنه الأجواء بينك وبين قاضي القضاة أبو سعود أفندي ما منيحة كتير، وعم ينقال إنك مقاطعه بسبب الأموال اللي عم تنوهب للجمعيات الخيرية، مزبوط هذا الحكي؟ مولاي السلطان، نحن مختلفين بآرانا بمواضيع عديدة، وبسبب هذا الاختلاف بتصير حالات سوء تفاهم بيناتنا، ويمكن لأنه هو موجود بطرف وأنا موجود بطرف تاني. شو هالحكي اللي عم بسمعه يا شيخ الإسلام؟ بأنه طرف هو يا شيخنا؟ هو ورستون باشا قراب من بعض وما في شي بيخبوه عن بعض. بس لعلم قاضي القضاة هو عضو بالديوان، رستم باشا هو اللي بدير الديوان، فطبيعي يتعاملوا مع بعضهم. أي قاضي قضاة وبسبب مقامه لازم يبقى بينه وبين كل الناس حدود، وإلا كيف في حقيقة العدل بيناتهم؟ والكل بيعرف وضعه لرستم باشا، وكل يوم بتجيني مئات الشكاوى ضده. طيب وإنت بأي طرف يا شيخ؟ أنا دائماً بطرف الإسلام دين الحق، وبطرف حكام الدولة العثمانية اللي بيخدموا الدين الإسلامي الصحيح. وأنا مالي من الناس اللي بترتشي أمثال رستم باشا وأعوانه اللي عم يضروا بدولتنا، وسامحين للمنافقين يدخلوا بيناتنا. شو هاد اللي عم تحكيه يا شيخ الإسلام؟ الدولة اللي عم تحكي عنها هي أنا. هلا انت واقف قدامي وعم تنتقد عدالتي وقوانيني والقرارات اللي بتاخذها بكل وقاحة؟ حاشا يا مولاي، منصبي بيفرض علي اني خبرك بكل شي عم يصير لحتى تاخد حذرك. ابن الرومية بيقول عندما يكون للمرء صديق حقيقي لا يحتاج الى مرآة، وانا نصيحتي لإلك اوعك تاخد ابو السعود افندي عدو لك، خذوا صديق مثلي تماما. حبيبة قلبي، يلا روحي. مريم الغالية، صحيح إنه وضعك هلأ صار أحسن، بس ضروري إنك تنتبهي على أكلك وشربك، وأنا خبرت الحكمة وراح يضلوا يراقبوك على طول. بدي إياك تعرف شغلة، أنا ماني مريضة يا رستم، ولا حتى مرضت. قلت بهالطريقة رح أخر سفرتك شوي، على القليلة خليتك تكسب شوية وقت، كنت عم حاول ما خليك تسافر. وشك كان أصفر وحرارتك مرتفعة. وصيت على دواء ما بضر بالجسم، بس بيخلي الواحد يبين وكأنه مريض. عملتي هذا الشيء كرمالي؟ ايه طبعاً، لأنه بالنهاية أنت بتكون زوجي، وإذا بتخسر اعتبارك فجأة أنا أكتر وحدة رح أنضر. مزبوط، وإذا أنا بخسر كلهم رح ينضروا الكل. صار لازم أمشي. الله يحميكن.
طالما هيك شو عم نستنى يا خضر باشا؟ نحن لازم نروح ننقذ بنتك فورا. هالشي صعب كتير يا علي أغا، ما بنعرف أي شي عنا وعن مكان بنوب. أكيد سمو الأمير رح يلاقيهم. يعني معقول نضل قاعدين هيك وعم نستنى؟ باشا نحن قديش معنا وقت؟ معنا يوم واحد بس، أنا مجبر أخذ قراري بكرة الصبح. أنا روحي فيداك يا خضر باشا، بس أنا بخاف إذا دخلت مع جيشي إنه نورد سمو الأمير. بعدين كيف فينا نصدق وعودهم؟ شو بيأكد لك إنه رح يرجعوا لك بنتك إذا قبلت بعرضهم؟ اطلعوا واتركوني لحالي. أنت اتخذت القرار الصح يا ابني، حسيت إنه في شي بينكم، وأساساً مشان هيك حبيت إني زوجها. بس يلي شايفته إنك أنت كمان زعلان كتير. ليكون أنا بحرب كبيرة هلأ سلطانة، ما عندي وقت أزعل على هيك قصص بنوب. أكيد ما رح تختم قلبك وتسكر عليه، رح يجي يوم وتشعل نار الحب جوات قلبك، وإلا هالحياة شو بيصفى لمعنى؟ بس هالشي لازم يصير مع واحدة من الجواري اللي عنا. سمو الأمير عذرني. شو عم بيصير يا فهد وانت شلون تدخل بهي الطريقة؟ اغفر لي سمو الأمير، في موضوع مهم ولازم تعرفوا فيه. الحراس اللي راحوا يحرسوا مهرونيسا خانوا من قتلوا. ومهرونيسا خاطفينا، ولقيت هاي الرسالة فوق الجسس. يا الله حمينا يا رب. وشو كاتبين؟ عم يقولوا مشكلتهم مع خضر باشا، وانه اذا منلاحقهم رح يقتلوها للخانم. ادخل. السمو الامير. غضن فراغة، في أخبار عن المرأة اللي اشتكت علي للقاضي؟ وحددوا المحاكمة ولا لسه؟ كون الموضوع متعلق بحضرة جنابك فالقاضي عم بيتابعه بنفسه. حدا غيرك بيعرف بهالقصة شي؟ كمان مستشارك القانوني بيعرف بهي القصة. هلأ بيكون الخبر وصل للعاصمة من زمان. أنا وضحت لهم إنه نسيان هي الحادثة رح يكون أحسن لإلنا كلنا، وقالوا لي معك حق. غضنفر، هذا الموضوع طول زيادة عن اللزوم، وتدخل فيه ناس ما كان لازم يتدخلوا فيه بنوب. جيب هديك الخانم لعندي، رح أحكي معها بنفسي. مثل ما بدك سموك. سمو الأمير. أحكي. وضع نور بانو مانو منيح ابدا، صار لها كذا يوم بالسجن ولهلا ما فاتت لقمه على تمها. انا حتى اسمها ما بدي اسمعه بنوب. جيهان خانو، قلي لي ليش سمو الأمير لهلأ ما طالعني؟ مجبورين نستنى شوي، أكيد غضب سمو الأمير رح يهدى بالآخر. على القليل خدوني على غرفة غير هون، والله رح أموت من الهدمة. نحن عم نعمل كل شي منقدر عليه من شانك، لأنه نحن مديونين إلك بحياتنا. لو خبرتي بمساعدتنا إلك كانوا رمونا فورا برات القصر. طالما هيك ساعدوا بدي طلعوني من هالسجن. خليكي صبورة، بس ما عم بفهم ليش سويتي هيك؟ ليش طلعتي لحالك ورحتي حكيتي مع المرة؟ لأني بحبه كتير. أنا مو بس بحبه، أنا بعشقه. وكنت مفكرة كمان إنه هو بيحبني.
ماري طلعت غلطانة. هالتشاؤم كله ما له لزوم. صدقيني لو حدا تاني عامل هالعملة كان انقطع راسه. واضح انه ما بده يأذيكي. تعشي قبل ما يبرد الأكل، وجبتلي كم قطعة تياب كمان. أنت عندك كتب كتير، إذا حابة تقري شي رح أنصحك بهاد. لمين؟ لفيزولي، أشعار من قصة مجنون ليلى. مع أنه لغتي ممتازة، بس يعني في مصطلحات ما بقدر أشرح لك إياها، ضروري تقريها أنت. إذا كانت قصة حب صار عندي فضول لأقراها. سلطانة، شو رح يصير فيني بعد ما تروحي أنت من هون؟ السلطانة هي ما رح تتركني بحالي أبدا. لا تاكلي هم يا خانو، إذا كنت هون أو ما كنت، ما حدا رح يقدر يأذيكي نهائياً. ولا تنسي، أنت هلأ حاملة ببطنك ابن السلطان سليمان. سلطانة بق... الخانم معها حق، هيام وحدة ظالمة، رح تقتل البنت المسكينة والولد اللي ببطنها من دون ما يرف لها جفن حتى. ضروري تحميها. أنا رح فكر وأكيد رح لاقي شي حل. هذا الطفل مهم يا ألفت، وبالأخص إذا بيكون صبي، وأهميته إنه ممكن كتير ينهي سلطة هيام. ولهالسبب بالذات حكيت معك يا سلطانة. طالما رح تتزوجوا، وصفي الباشا بشي وظيفة عنا، وهيك ما رح تنجبري على السفر أبدا. إذا بقضي ليلة تانية مع هداك الواطي بموت من أهلي يا ألفت. سلطانة، ما عندك حل غيره. مولانا السلطان طالع أمر بهالشي، ومخلي كل يلي بالحرم لك مستنفرين. سلطانة، مصطفى باشا إجا لهون وطالب يشوفك فورا. وأنا كمان متلهفة كتير لشوفه. لازم نكون حذرين كتير بغياب رستم باشا. فتح عيونك منيح. بكرة اليوم الموعود، رح نشوف خضر باشا شو رح يقرر بالأخير. بده الصلح ولا بده الحرب؟ رح نشوف يا سلطانة، إن شاء الله خير. وإنت عم بتراقبها لهي الخانم يلي اسمها نازلي يا سنبول؟ أي يا سلطانة، أي نعم. سنبول؟ مريني شو صاير معك؟ إنت بشو شارد؟ أشغال الحرم لك يا سلطانة، شو بده يكون فيه يعني؟ وأنا شو بيعرفني؟ صار لك فترة مو على بعضك، في شي مضايقك؟ احكي. أنا كتير متوتر بسبب الأحداث يلي عم تصير هون. الجو يا سلطانة بالقصر ما عم يهدى بنوب. لإمتى رح نضل على هالحالة هي؟ عم تشتكي يا سنبول؟ لا أعوذ بالله يا سلطانة، بعرف تجاوزت حدودي، بس حبيت نبه حضرتك بفضل نتصرف باعتدال أكتر لحتى نشوف الإيجابيات. والله يظهر ركبنا البحر والموج عم يجرنا للعاصفة، وحاسس إنه سيف مولانا السلطان فوق روسنا. يا أما رح يقطع رقابن إلن، أو يا أما رقابنا. طول الوقت عم بدعي لربي إنه يضل هذا السيف بإيد مولانا السلطان دائما، لأنه لو وقع هالسيف بإيد مصطفى بتعرف شو اللي رح يصير فينا؟ رح يذبح أولادي واحد ورا الثاني، أعوذ بالله، ورح يبعتوني على القصر القديم. وقت رح أخسر سلطتي وأخسر قوتي. لهيك يا ريت يضل هالسيف معلق فوق روسنا، وإذا بدي موت حابة موت وأنا سلطانة. سلطانة؟ لشو جاي لعندي؟ حبيت أعرف وين وصلت تحضيرات العرس يا سلطانة.
مستني ارجع على جنتك باسرع وقت ممكن. انا بعرف منيح كل عمايلك الوسخه وكل شيء عم بتخبص فيه، وبعرف منيح شو عم تعمل بالولاد الصغار كمان. كله حكي وافتراء، عيوني ما بتشوف غير طلعت وشك البهيه يا سلطانه. اصلا عيونك هدول بدهن قلع، جايه بكل وقاحه لعندي لهون وعم تحط ايدك بايد هيام ضدي؟ بعد الشيء اللي ساويته مستحيل ارجع لك، بكفي تحملتك كل هالعمر. بدك ترجع لي هلا لتغلط من اول وجديد؟ يمكن اكون انا غلطت معك، بس انت كمان غلطتي يا سلطانه. بس الفرق انه غلطك ارتكبتيه بقصرنا وعلى سريرنا. انا طلقتك من كذا شهر، يعني هداك سريري وانا منعتك تفوت لعندي. هالشي ما حدا بيعرف فيه غيرنا يا سلطانه. لو انك فكرتي بمقامي وما عملتي هيك عمله بشعه ما كنت وصلتي لهالحاله اللي انت فيها. انت هلا اللي لازم تفكر باخرتك، ذنوبك كبيره ولازمك وقت كتير لتستغفر في ربك. ان شاء الله يسامحك على اللي عملته. يا الله شو خفيلي حركتك شوي. ايه وهذا كمان هذا اللي فيه شكل احلى والوان. شو هذا اللي بايدي؟ شفتوا هدول يوم هالبضاعه عجبتني. روح جاي على بالي اخذ اكثر من هيك. خذي القماش شوفوا هون كثير. ايه وهي كمان حلوه والله، هي كثير القماش ناعم والالوان كثير حلوه. شو هذا يا بنات؟ شو ليش هيك مجتمعين؟ فهموني شو اللي عم يصير عندكم. شوفي ارجعوا عليهم ما طول شوي وبرجع. شو حلو ما لنا نزعل، انت بتاخذي لون وانا لون. اغا انت شو عم تساوي هون؟ انا جبت قماش للجواري، بس هي كانت حجه لشوفك، جيت خصوصي كرمالك. بعرفك تاجر، طلعت اغا بالحرم لي. وشلون عرفتي مكاني؟ هديك الليلة لما طلعت فجأة انشغل بالي عليك وقلقت كتير. انت حكيت لي عن واحد بالسوق اسمه قدري أفندي، ولهيك رحت على دكانته، ولما وصفت له ملامحك عرفك. طالما عرفتي كل شيء ليش اجيتي لعندي؟ طبعا مسكتي علي وحدة وفكرتي كيف بدك تستغليها. بما انك عرفتي كل شيء روحي من وشي. الله يسامحك يا اخ، بهديك الليلة انا ما قلت لك اني وقعت بحبك. عم تتمسخري علي يا خانو؟ هاي هلا عرفتي وضعي. قولي لي شو بدك مني هلا؟ تفاجأت اول ما سمعت الخبر، ما صدقت. رحت على البيت وطول الليل وانا عم فكر، حبيت اتأكد بنفسي. يعني مشان هيك اجيتي؟ كل شي قالوا لك يا مزبوط يا خانو، صح أنا ماني رجال، ماني رجال. وهلأ روحي. أغا استنى، مو هادي اللي حبيت أتأكد منه؟ حبيت أعرف إذا أنا عم حبك ولا لا، حبيت أجي طلع بعيونك مرة تانية. ما فيني أعرف غير هيك، مو مهم أنت مين، لأني حبيتك ولساتني بحبك لليوم. ما بصير يا خانو، روحي، هالشغلة مستحيل، هالشي مستحيل، مستحيل، مستحيل.
بهي الطريقة صعب كتير نلاقيها للخانوم. على القليل يخلي سمو الأمير يرجع لأنه وجوده معنا خطر عليه. أنا رأيي مثلك يا فهد. من شوي رجعت حكيت معه بس هو ما عم يرد علي أبدا. يحيى تعال عندي. هالإسوارة لميرونيسا، نحن عم نتعقب الأثر الصح مثل ما توقعت. راحوا على العاصمة، ركبوا أحصنتكم دغري. سمو الأمير، العساكر بيلحقوا أثرها، ويا ريت حضرتك ترجع على القصر. ما في رجع على القصر لحتى نلاقي ميرونيسا ميتة أو عايشة. بدي توصل للأمير بيازيد على قصر كوتاهيا. السلطانة فاطمة عندها علم بالموضوع ما هيك؟ السلطانة يلي فيها مكفية وماني حابة إنه زيد عليها. مثل ما بدك يا مولاتي. بدي اياكي تكوني حذرة، ما بدي هالرسالة توقع بإيد حدا. دستور حضرة سمو الأمير جيهانجير. سمو الأمير، أهلا وسهلا. هوري جيهان، الكتاب يلي أعطيتك إياه قريتي ولا لسه؟ قريته كله يا جيهانجير. فيك تاخده بس بدي واحد تاني غيره. بدي يكون مثل هاد، كان كتير حلو. كتير بيزعل اتنين عشاء يحبوا بعض هيك وبالآخر يفترقوا. بالأول وبالآخر هدول بيضلوا قصص. إذا بدك عندي غير كتب. يا ريت الحياة تكون مثل مو بالقصص ما هيك؟ لو العشاء بياخدوا بعض والأشرار بيخسروا قديش الحياة رح تكون حلوة؟ ما بعرف، بعتقد كانت رح تكون مملة كتير. شو هالكتاب؟ لا تلمسه. ما تزعل مني بس هذا الدفتر خاص فيني وما بحب حدا يقرأ أبدا. وأنا كمان عندي هيك دفتر، وقت ما بلاقي حدا أشكيله همي بقعد بكتب فيه. بكتب عن المشاعر اللي حاسس فيها، وأنت هيك كمان؟ إيه. بتحب أعزف لك على الكمان يا جيهانجير؟ موافق. ألف مبروك يا بيك. بس هدول كتير كتار. معلش، أنت بتستاهلوا. والنعم منك يا بيك. هي أول مرة بشوفك فيها، واضح أنك مانك من مانيسا. نحن جايين من الأناضول. سمعت أنه صارت حادثة هون قبل كم يوم، قال قتلين حدا من التجار، مزبوط هالحكي؟ مزبوط يا بيك، كان من أعز أصحابي، أخطي هالمسكين، الله يرحمه ويغفر له. آمين. إن شاء الله مسكوه للقاتل وحاسبوه. مستحيل يمسكوه يا بيك، سمو الأمير مين بيسترجع عاقبه؟ ليش شو دخل الأمير بهي القصة؟ كان نازل على السوق متخفي، الناس شو بيعرفهم إنه أمير، وصار الكل يحكي عليه بالعاطل. ولما المرحوم حكى كم كلمة الأمير ما تحمل كلامه فهجموا رجاله وقتلوه. ليش شو حكى؟ ما عندي علم بنوب، بس بصراحة ما حدا بيحبه لسمو الأمير سليم. ما بحطه بزمتي، بس بيقولوا طول الوقت سكرانه مع النسوان. ليش أنه خير بيجي من أميري بيدفع للناس لحتى يزفقوا له؟ السلطان سليمان حرام يكون عنده هيك ولد. يا حرام. هو طالع لأمه الروسية هيام. ماشي ماشي، السلام عليكم يا أغوات، يسلموا. يلا أمشي. سمعت شو عم يحكوا؟ سمعت شو عامل أخي سليم؟ سمعت شو بدي أقول لك؟ هاي المعلومات بتكفينا، خلينا نمشي بقى، والكل بالسوق عم يقولوا نفس الحكي. إذا وصلنا هالحكي لمولانا السلطان أكيد رح يتصرف. لا تستعجل يا مصطفى،
شغلنا لسه ما خلص. ما بعرف شو قالوا لك، بس زوجك سحب علي خنجره وحراسي وقت اضطروا انهم يقتلوه. ما تواخذني يا أمير، بس كان ممكن هاي الحادثة ما تصير أبدا لو مسكت أعصابك وما مش الحال يا خانو، وما في رجعة من الموت. أنا كأمير عليكم بوعدك من هلأ ورايح أنت بحمايتي. أنت اسحبي شكوتك وخلي القضية تتسكر. ما أنا من زمان سحبت شكوتي مثل ما وعدت يا سمو الأمير. شو عم تحكي؟ أنا وعد مفضلتك نور بانو أجيت لعندي على السوق، وحضرتها أقنعتني إنه هاي الدعوة ما رح تجيب نتيجة. وغضنفر أغا كمان إجا وحكى معك، ليش وقت ما أخدتي هيك قرار؟ حكي شو يا سمو الأمير؟ هو إجا هددني أساساً، لو هو سمع كلامي من الأول ما كان صار شي. بس مفضلتك نور بانو عاملتني بإنسانية، هي بنت منيحة، عرفت هالشي من عيونها. ما أنا اللي بعدتها، كان واضح أنها أجت من دون علمك، لأنه أجت متخفية وكان واضح أنها خايفة كتير، يعني هي تخلت عن روحها وطلعت. وأنا موافق على كل شي وعدتك فيه نور بانو، ورح يتم تخصيص مزرعة كل محصولة لإلك، ورح تعيش هنيك مع أولادك بسلام وأمان. وهلأ فيك تنصرفي. سمو الأمير حاولت كتير أحكي معه بالهداوة. روح انهي الموضوع وتأكد أنه القضية تسكرت نهائيا. بأمرك سمو الأمير. فخري يا خانو. شو عم تساوي يا خانو؟ انت حامل ولازم تنتبهي على اكلك وشربك. فخرية خانم لو سمحتي. استنى يا آغا، بدي احكي معك كلمتين. بس عفيفة خانم، مانع حدا يفوت لعندها. سلطانة هيام بعتتني لعندها وطالبة انها تشوفها. تعي معي. مستحيل، ما فيني اجي معك، ما بقدر. انت شلون بترفضي طلب السلطانة هيام؟ كوني مطمنة، لو كانت بدها تقتلك ما كانت طلبتك بالنهار. هالخوف ما لزوم. سلطانة، السلطانة هيام بعتتني مشان خبرك إن اليوم المساء عاملة حفلة كبيرة عندها بالحرم لك، وقال إذا بتشرفي رح تكون مبسوطة كتير بوجودك. ما في لا عيد ولا مناسبة، منين طلعت لنا بهالحفلة؟ بتوقع إنه السلطانة حبت تعمل حفلة مشان موضوع العرس تبعك يا سلطانة. رح تشرفي على حفلة مولاتي، وشو بتحبي خبرها؟ اي طبعا رح اجي، فيك تروحي عفيفة خانو. شايفة شو عم تعمل هيام؟ مفكرة انها رح تشمت فيني. بكرة رح تعرف يا سلطانة انك انت حدا مو قليل ابدا. عم تعتني بصحتك منيح ما هيك؟ الحكيمة على طول عم بتزورك؟ أنا ما اشتكيت بنوبي يا سلطانة. انتبهي، ديري بالك، لأنه بداية فترة الحمل بتكون خطيرة، فياريت تديري بالك على تصرفاتك من شان ما تأذي للصبي، لأنه شو ما كان حياتك بتتعلق فيه.
بعرف هنن شو معبيين براسك الحلو، بس ما في لزوم للخوف بنوب يا خانم. أنا بالبداية انزعجت لأنك رحت حبلتي من دون علمي. بتمنى تسامحيني، بس أولاً وأخيراً أنت بتضلي جري وفي عندك أحلامك مثل كل هالجواري، يعني إنك تحبلي وتجيبي أمير لمولانا وتصيري سلطانة. بس إذا كنتي بنت واعية ما لازم تحلمي بولا شغلة من هذا الحكي. شو بدك مني ساوي يا سلطانة؟ بس بعدي عن السلطانة فاطمة وبكفي، لا تخليهم يستخدموكي ضدي لأنه هذا الشيء مو لمصلحتك. أساساً أنا سمعت أنه هي رح تتزوج. صار لي سنين طويلة عايشة بهالحرم لك، وهون ما فيكي تصدقي كل شيء بتسمعي وما فيكي تتأكدي من أي شيء لحتى يصير على أرض الواقع. فيكي تروحي يا خانم. كل شي تمام؟ لا تقلق يا سلطانة، حطيته بالدواء. كل يوم قبل ما تنام رح تشرب معلقة من هالدواء. شو خير إن شاء الله يا أفندية؟ شو هالموضوع المهم يلي بدكن ياني فيه؟ نحن سمعنا شوية إشاعات بخصوص دعوة من الدعاوي يا حضرة القاضي المحترم، وجينا لنفهم من جنابك شو اللي صار بالتفصيل. وشو هي هالدعوة؟ دعوة التاجر يلي انقتل من فترة بالسوق، وحسب أقوال الناس هاي الدعوة ما حدا قرب عليها، وقالوا إنه سموه الأمير لفلف الحادثة وما عاد حدا سأل عليها. أنت هون بديوان القاضي يا أفندي، ما بتعرف شو يعني؟ يعني حتى السلاطين ما إلهم حكم على الديوان، كل الناس متساوين. وليش لهلأ ما حققتوا بالحادثة؟ أنت شلون بتتجرأ وبتحاكيني بهالطريقة هاي؟ سامحونا يا سيادة القاضي، نحن احترامنا كبير لشخصكن ولمنصبكن الرفيع، نحن بس يعني متلهفين لنعرف كيف انتقلت هالإشاعات بين الناس. مزبوط، ونحن طالعين على اسطنبول، مين بيعرف بلكي منلتقى بالصدفة بقاضي القضاة. أنا متأكد إنه رح يهتم بهيك قصة. نحن أكيد بلشنا التحقيق بخصوص هالدعوة يا أفندي، بس إجت كوثر خانم زوجة المقتول وسحبت شكوتها نهائيا وتسكرت الدعوة على هذا الأساس. بس كيف بتوافقوا على هيك شيء يا سيادة القاضي؟ في جريمة قتل واضحة مثل عين الشمس، وإلا شو في داعي للدعوة أساسا؟ مظبوط يلي عم تقوله، بس أنا اهتميت بالقضية بذات نفسي، وسمو الأمير كان متنكر بين الناس، والمقتول هو يلي سحب الخنجر وتهجم على سمو الأمير، والحراس بوقتها الحراس قاموا بوظيفتهم وحموه لسموه. حضرتكن بتعرفوا كتير منيح إنه أي أمير لما بيكون متنكر ما بيفصح عن شخصيته أبداً وما بيتسبب بالمشاكل، يعني التاجر تهجم عليه هيك من دون أي سبب. القانون واضح ونصوصه مفهومة، الطرفين متفقين بين بعضهم البعض والدين دفعت. عدالة السلطان سليمان ما بتقول هيك، والواضح انهم مهددين المرة بالقتل، والا ليش لحتى تسحب الشكوى؟ انا بنفسي حكيت مع الخانم ووضحت لها انه دولتنا العالية قوانينها رح تحميها هي وعائلتها لو شو ما صار، بس الخانم اصرت على رأيها، وسمو الامير كمان وهبها مبلغ كبير ودفع على الدية القانونية. يعني اشتروها بالمصاري وانت سكتت عن هذا الشيء ما هيك؟ خلاص ولك كلمة تانية مثل هاي بتلاقي حالك مستوت بالسجن. حضرة القاضي معه حق، لأنه بالنهاية أمان سمو الأمير ضمن إمارته أهم من أي شيء تاني، وباعتبار أطراف الدعوة متفقين نحن ما فينا نحكي شيء. ما تواخذنا، أخذنا من وقتك حضرة القاضي، سامحنا على تطفلنا. شكرا. شو هاد اللي عملته يا سمو الأمير؟ اهدى شوي. شو ما سمعت شو قال؟ سليم مشتري الكل بالمصاري. القاضي ما له ذنب بنوب، الزلمة ما بيطلع بإيده شيء، هيك القانون. وهلأ شو رح يصير؟ أكيد سليم رح ينفذ بعملته. اسمعني، أساساً وصول الحادثة لهي النقطة فيها خير إلك أكتر من قبل، لأنه
مستحيل يكون في حدا بيقدر يزعزع عدالة مولانا السلطان. هذا شو جابوا له؟ عم تجينا أخبار حلوة من ولاية منيسة يا سليمان. سمعت إنه أهالي منيسة مستقبلين سليم بفرحة كبيرة. واضح إنه ابني رح يدير الحكم بمنيسة بشكل يليق باسمك. إن شاء الله. وبيزيد نفس الشيء. الكل عم يحكوا عن الخدمات يلي عم بيقدمها لأهالي كوتاهيا وعم يحكوا عنه بفخر. ابني شهم مثل أبوه وشجاع كتير. سمعتوا شي يا مولاي أخبار جديدة عن مصطفى؟ مولاي إجا الريس خضر خير الدين باشا. خلي يجي. مولاي سلطانة. أهلا وسهلا بالرئيس خضر باشا. مولاي أنا بستأذن منك، لازم أرجع على الحرم لك. خليكي هون سلطانة إذا بدك، لأنه حابب ودعك أنت كمان. وداع شو اللي عم تحكي عنه يا باشا؟ أنت وعدتني نطلع الشتوية معنا؟ مولاي أنا أجيت لهون مشان أتنازل عن منصبي بالدولة العلية. إذا بتسمحوا لي حضرتكم، هالوظيفة اللي خدمتك لها سنين من كل قلبي بطلب عزلي منها. خير شو اللي صاير معك يا رئيس خضر؟ ومن وين طلعت بشغلة العزل هي؟ صار لي فترة صحتي ما منيحة أبداً. أنتوا بتعرفوا أني كبرت بالعمر. ما عرفنا بموضوع مرضك، بس إن شاء الله ما يكون في شيء خطير. الحكيم عم يتابع وضعي يا سلطانة، بس لهلأ ما عارف شو هو السبب. أنت فيك تروحي وياهم. خير شو هو هذا المرض وليش ما عندي علم عنه؟ ما حبيت اشغل لك بالك يا مولاي، قلت أزمة وبتعدي. كانت حالتي منيحة بس امبارح تعبت كتير، وقلت اني وصلت لآخر ايامي، لهيك بكفي لحد هون وخلص. مستحيل هذا المرض ما يكون له علاج، رح خلي حكيم الخاص هو اللي يعينك. الحكيم نصحني باني ارتاح يا مولاي، وفوق هيك منعني اني ابحر مرة تانية. وبما اني وصلت لهالحالة فصعب كتير ادي واجبي تجاهكن، فرح اتنازل عن هاي الوظيفة قبل ما اوقع واغلط يا مولاي. والحمد والشكر لله في مين توكلوا هالمهمة بدالي، مثل صالح ومثل توغورت، هالرجال فيك تعتمد عليهم. المهم عندي هلا صحتك يا رئيس خضر. بالأول خلينا نعرف شو هو مرضك، وبعد ما نعرف المشكلة وقتها نعمل اللازم. مثل ما بتشوف حضرتك يا مولاي. مهرونيسة خانم شو كانت عم تعمل بأماسيا لهلأ؟ هي اللي طلبت تبقى لفترة أطول وما قبلت إنه ترجع معي. شو وضع الرئيس خضر؟ شو قرر؟ رح يروح على القصر، قال بده يقدم استقالته. يعني بالوقت يلي عم نضحي فيه بروحنا الباشا رح يدير ظهره عن المهمة مشان بنته؟
هو عم بيفكر إذا ضحى بنفسه ورح يحمي بنته ويحمي سمو الأمير كمان. إذا خسر منصبه ما عاد فينا نحمي حدا. شو ما بيعرف هالشي؟ لهلأ في عنا أمل. نحنا لازم نعرف وين بنته بأقصى سرعة. أنت والفهد لازم تعملوا المستحيل حتى تعرفوا وينها. شو اللي عم بتقوله؟ انت متأكد اللي شفته بيزيد؟ والله انا شفته بعيوني يا سمو الامير، ووزيره مصطفى كان معه. بيزيد الظاهر انه عرف كل شيء، واول شيء رح يفكر فيه يوصل الخبر للسلطان. وينهم هلا؟ بعتت واحد من الحراس ليراقبهم، وعلى الاغلب راجعين على كوتاهيا. الحقيقة انا متلهفة كتير لاعرف شو هو سبب هالقرار المفاجئ. بتوقع انه قرار عزلي من منصبي اللي بالدولة رح يكون أحسن مشان الكل، ما هيك يا سلطانة؟ بجوز يكون هيك مشان الكل. منشان الكل مولانا، حتى لو مو عاجبه بنوب هاي الحالة اللي انت فيها هلأ، بس بيضل بيحبك وبيحترمك. بلكي ما قبل بعزلك. رح أعمل كل شي بقدر عليه مشان أقنع مولاي بالموضوع. طبعاً بعد ما ترجعوا لي مهرونيسا. متأكدة إنه باليوم اللي رح يعزلوك فيه رح تلاقي بنتك صارت جنبك ورح تعيشوا أنت وياها بأمان. مولاي أنا كنت جاية لحتى زورك. طالع على الحديقة خير، شو في؟ في موضوع حابة أحكي معك بخصوص العرس، إذا مالك فاضي بيجي بعدين. تعالي معي واحكي لي. انتبهوا. سليم بيزيد، يعني معقول تروح من دون ما تزورني يا أخي؟ رستم باشا كمان راح، الله يرجع بالسلامة يا سلطانة. آمين. عن جد يا سلطانة، قديش رح يكون منيح لو بتضلي عنا لحتى يرجع الباشا. إذا لزم الأمر رح أجي. سلطانة ما خجلتيني وإجيتي، شرفتونا. ليش في فرحة بتصير من دوني؟ ما بتصير. هوري جيهان كيفك؟ منيحة؟ إن شاء الله ما عم بتملي هون بالقصر. بفضل الأمير جيهان جير مستحيل ملي يا سلطانة، هو ما عم يتركني أبدا. حلو كتير. سلطانة قالوا لي خلصت تحضيرات العرس تقريبا. حكيت مع مولانا كمان، الأسبوع الجاي رح ينكتب كتابكن من جديد بإذن الله. شو ما عندك خبر؟ مولاي السلطان أجل العرس. بعد غياب سنين طويلة ما حبيت روح بهالسرعة. شتوية على البواب، منعمل العرس الربيع الجاي إن شاء الله. يلا انتو شو ناطرين؟ يلا رقصوا، وين الموسيقى؟ طيب تفضلي على السفرة.
كل فتحين أحلين هو الجهان كيف أنا عندما يصعب على أحدنا الاعتراف بشيء بينه وبين نفسه فكيف له بأن يفصح بذلك للغير؟ حينما تحرق نار الحب قلبنا وتحوله رماداً تصعب جداً الابتسامة في وجه الناس. ما كنت أدري أن الحب ذنب إلا بعد قدومي إلى هنا. باعتبارك طلعت على الصيد وما ضيعت طريقك، معناته عم بتخطط لشي من ورا ظهري، ما هيك؟ لا تشبهني بحالك سليم، وصلتني معلومات عن الحادثة اللي صارت واجيت اتأكد. ما كان في داعي تجي هيك مثل الجواسيس يا أخي، لو كنت سألتني كنت خبرتك بكل شي. وأكيد مشان هيك لفلفت الحادثة. أنا متلهف لأعرف شو قال لك البياع لحتى جنيت هيك وقتلته. لأنه قال حكي ما بينحكى أبداً عن السلطانة، مشان هيك. أنا حكيت مع تجار السوق واحد واحد سليم. المسكين قايل يا ريت لو بعتوا الأمير مصطفى أو الأمير بيزيد لهون. قال الأمير سليم السكران النسونجي اللي ما بيطلع من قصره شو جاي يعمل عنا؟ لا تسمع كلام كم واحد ما عندهم ضمير. أهل منيسة بيحبوني. لو بتشوف الهدايا اللي بتجيني يومياً وإمتى ما بطلع من القصر بيستقبلوني كلهم بفرحة كبيرة. قصدك هدول الناس اللي اشتريتوهم بالمصاري؟ أي مصاري؟ تجار السوق قالوا لي كل شيء، وحتى قالوا لي كمان إنك عم تدفع مصاري لعالم حتى ينادوا باسمك بعد الصلاة يوم الجمعة. أكيد صعب. أنا كنت مفكرة إنه في اتفاق بيناتنا. أي معك حق. يلا شوي شوي بتتعودي، لا تخافي. مستحيل أعمل اتفاق معك يا هيام، لأنه واحدة مثلك ما بيتأمن لها. ما بعرف بشو عم بتفكري، بس إذا صدر منك أي تصرف مانو منطقي رح خلي الكل يعرفوا أسرارك كلها. رح يجي يوم وروح يا هيام، فكري باللي رح يضلوا هون. عن قريب رح يجينا أمير ويقيمك عن عرشك هاد. لو كنت مطرحك كنت تمسكت منيح، لأنه بلشتي تتمرجحي بالهوى. سلطانة اسمحي لي، أنا صار لازم روح لأنه بنتي ما فيها تنام بدوني. خليكي معنا يا مريم. عفيفة خانم خبريهن يجيبوا بنتها للسلطانة. السلطانة مو حابة إنه يجيبوها مع إني اقترحت عليها هذا الشيء. سلطانة أنت تفضلي لعنا، حابة استقبلك عندي بالقصر بالوقت اللي بيناسبك. معقول تعزميني وما أجي لعندك؟ طالما زوجك يلي ما بيعرف يضحك مانو هون رح ننبسط كتير وناخد راحتنا. لا تفرحي كتير بغيبته يا سلطانة، مو معقول تقضي عمرك كله بالبسط. بعدين انت تعتبري مخطوبة وما رح تكون حلوة بحقك. الله يرحمها ويغفر له، السلطانة الأم على طول كانت تحكي نفس الحكي. لو سمعتي كلام المرحومة ما كنتي وصلتي لهون وما كنتي تبلتي وانت بعز شبابك. سلطانة تفضلي، أنا رح روح معك لوصلك على قصرك. قول شو ما بدك بس ما رح تزعجني يا أخي، هالحكي الفاضي شبعت منه. بعرف إنه ما عندك نخوة وما بتفرق معك.
شي يوم رح تمرض من وراء حقدك اتجاهي، وأنا خايف من هالشي. نصيحة، طلع حالك من هالموضوع. إذا اليوم ما وصلوا الخبر، بكرة مولانا رح يعرف كل شي. أنت عم تستخف بعدالة دولته وقوانينها. مين رح يقله؟ أنت؟ يمكن لا، المهم إنه يعرف كل شي. مزبوط، معك حق، بس كمان في مواضيع تانية لازم يعرفها. يعني مثلا مثل تركك لإمارتك بالسر، وبعدين جيتك لمنسة، وتخطيطك لشغلات بشعة من وراء أخوك مثل الجواسيس. أنت عم تهددني ولا شو؟ لا، أنا بس عم ذكرك بالقوانين. ما بيصير لأي أمير يترك إمارته من دون إذن من العاصمة وراح على إمارة تانية، وهذا الشيء يا أخي يعتبر عصيان. المطلوب إني أسكت، ما هيك؟ أنت هلأ بقصري يا أخي، وحابب قوم بواجبك بأحسن شكل. مناكل ومنشرب ومننبسط، ومن بعدها بترجع على كوتاهيا يا أخي. صدقني لقيمك من هالمنصب اللي ما بتستاهله يا أخي. بايزيد، تعرف ليش مولانا ما بعتك لهون وبعتني إلي؟ لأنه أنت لهلأ ولد صغير، وبحياتك ما رح تكبر. هذا هو السبب. سمو الأمير، خلينا نروح مصطفى. ليش؟ شو صار معك جوا؟ مو وقته هلأ، بعدين بقلك. انتوا ليش ما عم تجوا لعندي؟ تركتوني لحالي؟ حكيت مع سمو الأمير، قلت له إذا ما بدك تشوفها لنوربانو فما بيصير نخليها بالزنزانة، خلينا نطالعها. وشو قال لك؟ لك احكي، شو جاوبك؟ قال لي بعتها لوين ما بدك، بكفي إنه ما أشوف وشها. هالحكي مو مزبوط، سمو الأمير بحبني كتير، مستحيل يقول هيك. شو لسه بدك يا خانم؟ سمو عفى عنك، رح أبعتك على البندقية. البندقية؟ بتوصل هالرسالة لمحمود آغا. ماشي، وبتقله ما يعمل أي شيء لحتى يطلع قرار مولانا السلطان بعزل خضر باشا، ويحافظ على الخانم يلي معه. بكرة الصبح بتكون عنده يا سلطانة. أصحاك تبعت رسول من هون من القصر، بعاد حدا تاني من معارفك بتوثق فيه، وبعدين بتروح بتخبر محمد آغا، قل له يجي لعندي ضروري لأنه في كلام بدي قل له إياه. تأمري أمر يا سلطانة. اليوم طلبتني ورحت لعندها، لو بتعرفي قديش خفت تعمل فيني شي. شو صار طيب؟ هي شو طلبت منك؟ طلبت مني بعد عن السلطانة فاطمة، بس إذا راحت السلطانة من هون مين بده يحميني منها؟ كوني مطمنة، تأجل العرس، رح تضل هون للربيع، ما رح تروح من هون قبل ما تولدي بالسلامة. نازلي خانم، ما قلت لك تتسطحي مشان ترتاحي؟ بعد شوي رح نام. ما عم تهمل الدواء ما هيك؟ عم أخده، لا تقلقي. خدي البسي هالتياب. شو حيبعتوني من هون؟ اي رح تروحي، في حارس رح يوصلك على إزمير، ورح تطلعي بأول سفينة على جزيرة ساكز، والباقي عليكي أنت. في معك مصاري بتكفيكي. أنت ليش واقف جنبي؟ أنا كمان من البندقية، نحن خلقنا على نفس التراب،
وغير هيك أنا حبيتك، أنت بنت ذكية وقوية، والأهم من كل هدول عندك ضمير. كان فيك تبيعيني ببساطة وتخلصي حالك كمان، بس ما عملتيها. ولهيك لما اجتني الفرصة قلت خليني ردلك معروفك معي. ما رح انسى معروفك ابدا. هلأ بتتأخري، خدي البسيون. ما له لزوم، شكرا، انا رح اضل هون. اكيد صار لعقلك شي، عم ابعدك على البندقية يعني رايحة لعند عيلتك. انا ما عندي عيل ابنه ولا رح يصير لي. شو يعني؟ انت مو من عيلة بافو ولا؟ انت كذبتي مزبوط؟ مزبوط، انا من عيلة فانيار وعيلة بافو كمان. امي وابي حبوا بعض لفترة طويلة وكتير تعلقوا ببعضهم، مع هيك لما ولدت تركوا بعضهم وكل واحد تجوز حدا تاني. يعني أنا بنت منبوسة. هن حاولوا يهتموا فيني بس الطرفين ما قبلوني معهم، ما حبوني، ما قبلوا كون بحياتهم. بحياتي ما كنت واحدة منهم. بس أكيد في حدا منهم بيحبك، ليش لحتى ترجعي لهم بعد ما صار معك كل هالمصاري؟ فيك تعيشي مثل ما بدك. روحي من هون يا خانو، روحي. ما فيني، حتى لو بدي ما فيني روح. وليش بقى؟ ما فيني اترك الأمير سليم، أنا بحبه وبحبه كتير كمان، حابة إنه هو يصير عائلتي وحياتي. خد هاي واتركها بغرفة سمو الأمير، بجوز إذا شافها يحن قلبه علي. سمو الأمير، شو ما رح تجي لعندي؟ اطلعي من راسي يا خانم، أنا رح أقوم جيب لك المشروب. اطلعي لبرا. كله من هي نوربان وما هيك؟ هديك الخانم زعجتك؟ إن شاء الله بتموت بالسجن وبتتعفن. أنا رحت على قبر ابني محمد وحكيت له كل شي بقلبي، ارتحت شوي، بس مع هيك احترق قلبي. وقت اللي ولد محمد شفته بمنامي هما، شفته نايم على عرشي ومبسوط، وشه كله نور وصافي. وقتها فسرت أنه راح يعتلي العرش، بس الله سبحانه وتعالى ورجاني قدر ابني بحياتي وقدام عيوني. بس هلأ راح يصير في عندي ولد تاني. ايه بعد كل هالسنين راح يجيني ولد يا هويام. كل يوم عم بدعي لربي سبحانه وتعالى يولد بصحة وعافية، بلكي مشان أطلع من حالة الألم والعذاب اللي انحطيت فيها بخسارة محمد. الله سبحانه وتعالى عم بيعوضني عن صبري. مولاي اسمح لي. هويام، أنا جرحتك بكلامي هذا الشيء؟ لا يا مولاي، بس أنا وعدته لجيهان جير وأكيد عم يستناني، رح أرجع لعندك بعدين. Thank you.
فهمتي شو حكيت؟ عفيفة خانم، وين سنبل آغا؟ صار لي مدة ما شفته يا سلطانة، ما بعرف وينه. ليش أساساً إمتى طلبته لقيته لهذا التافه؟ سلطانة فخرية، تعي معي. بتروحي على غرفة الخانم نازلي، ما لازم تشرب الدواء. بتكون شربته ونامت يا سلطانة. لك يا تحركي. نازلي خانم، شوفي تركي الدواء من ايدك واصحك تشربي. فخرية خانم. لك اسكت انت وما دخلك. الحكيمة بعتتني لعندها، قال الدواء يلي عندها بجوز يأذيها. ما شربتي ما هيك؟ لا ما شربت، بس من شوي الحكيمة كانت عندي، هي قالت لي لازم تشربي الدواء. انا ما بعرف يا خانم، هي بعتتني لاخده. شو جابك لعندها؟ ولا شي. احكي لي لشوف انت شو عم تخبصي. الدواء عياراته مو مزبوطة عفيفة خانم، منخاف لا سمح الله يتأذى الصبية اللي بطنها لنزلي. اسمعي، اذا بتفوتي على هاي الغرفة مرة تانية راح خليكي تشربي هذا الدواء المنزوع، فهمتي؟ هل انت بدك تشوفيني؟ ايه مزبوط، بس ما كان عندي امل انك تجي. والله وانا كمان ما بعرف كيف اجيت لعندك وليش حتى اجيت لهون فجأة هيك. عم تسمعني سمو الأمير؟ صار وقت اجتماع الديوان ولازم جنابك تفيق، لازم تلبس بسرعة. نوربانو، أنا جبت لك الأكل، يلا قومي وبعد الأكل رح تروحي على الحمام. لك شو قصة هاي؟ نوربانو؟ نوربانو شو صار لك؟ نوربانو افتحي عيونك، شبك. Thank you.
معقول كل هذا نوم؟ والله حاسس حالي بالجنة. يا أحلى صباح أنت، يا عيوني أنت، جوهرتي الغالية. معقول تكوني موجودة وما يكون كل شيء حلو؟ شبك؟ تأخرت كتير، لازم روح على السوق. وليد تأخرت كتير، تأخرت. ولك أنا عقلي طار من راسي وأنا معك، شو القصة؟ شو رأيك تقعد لتاكل بيض بالبصل اللي بعمله؟ والله كان بودي كتير، بس هلأ ما بقدر. غير مرة إن شاء الله. رح تجي مرة تانية ما هي؟ حتى لو أنا ما بدي، رجلي رح يجيبوني لحالهم. حبيبتي جوهرة، لا توصليني على الباب، ارتاحي، خليكي هون، لا تعزبي حالك. سلطانة، اجا كبير الحرس محمد آغا. سلطانة. محمد آغا، سمعت بينادولك سوكولو يا محمد آغا، مزبوط هالحكي؟ عيلتي من قرية سوكولوفيتش التابعة لمنطقة فيسغراد بالبوسنة، ولهيك بينادولي بهالاسم. معناته أنت أصلك من البوسنة والهرسك. رستم باشا قال إنك شخص فيني أعتمد عليه، وإنك أنت يلي رح تمشي كل شي بغيابه، ما هيك؟ هذا لطف من جناب الباشا. حتكون مهمتك صعبة، إذا نجحت فيها حكون مبسوطة منك كتير، ورستم باشا رح يدعمك لحتى توصل لمرتبة منيحة. المنصب مانو مهم كتير يا سلطانة، إني أكسب تقديرك هاي أكبر هدية ممكن أحصل عليها. شيخ الإسلام الشيخ زادة أفندي بدي إياه يتخلى عن وظيفته، ومثل ما بتعرف هالشغلة إلى طريقتين، يا أما بيروح لرحمة ربه أو بيطلب عزله من منصبه. برأيك أنو منهم أنسب لنا؟ أكيد جنابك بتعرفي شو هو الأنسب، بس أنا برأيي أنه يترك المنصب برغبته بيكون أحسن لنا. أنا كمان فكرت هيك، بس بجوز هالشي مستحيل إلا إذا هو انجبر على هذا الشي. كل شخص عنده أسرار مخباية يا سلطانة، وخاصة الأشخاص اللي بيديروا هيك منصب مهم. إذا بتحبوا أنا بتأكد من هالشي، وإذا عنده أي أخطاء مخبية لابد يكون تارك شي أثر وراه، وطبعا هذا ما راح يخفى علي أبدا. وإذا ما في؟ وقتها منخليه يغلط بكيفنا. سمو الأمير، سمو الأمير، طريق الديوان مو من هون. حابب شوفها لنور بانو. نور بانو ردي علي. نور بانو، نور بانو، سمو الأمير، شو بها؟ فتت لعندها لأعطيها الأكل، قمت لقيتها بهالوضع هاد. نور بانو، نور بانو، ردي علي، نور بانو. لشو واقفين جيبوا الحكيم؟ يلا امشي بسرعة. اصحك حدا يشوفها، دير بالك وفتح عيونك منيح، وتأكد انه ما حدا عم يلحقك، وإلا عليم الله منروح فيها كلنا. الرسول رح ياخد الرسالة للأشخاص اللي خطفوها لمهرونيسة خانو. جوهرة انتي ساعدتينا كتير، هذا كل شي فهمته. ديري بالك حدا يكشفك.
هاي غرفة أرشيف أوراق الديوان يا آغا، أنت ما فيك تدخلها من دون إذن. أنا ماني جاي بلا إذن، معي إذن من جناب الوزير الأعظم رستم باشا. تفضل شوفه بعينك. أقول هيك من الأول، الأوراق اللي عم تدور عليها عندي. إيه عندي، موجود عندي نسخة عن كل الدفاتر وسجلات تبع شيخ الإسلام، وكمان في وثائق لكل القرارات يلي اتخذها. أكيد ما راح طول، ما هيك؟ أنت روح على شغلك، شغلتي مطولة. وأخيرا فقتي، كيفك؟ أنا كيف إجيت لعندك؟ ليكون هذا منام؟ لقوكي بالسجن مغمى عليكي، وأنا حملتك وجبتك لعندي، والحكمة فحصوكي. شو صار لي أنا؟ مالي متذكرة شي بنوب. أنت حامل يا خانو، حامل بابني يا نوربانو. أنت لساتك هون؟ معقول لهلا ما لقيت طلبك؟ شو أنت ما بتنام؟ حنام لنشبع بكرة بس نموت، ولهيك لازم نستغل كل لحظة عايشينها. Thank you.
افتحي تمك، افتحي. لا تخليني اعصب وشوه وشك الحلو. بدك تسوي هيك؟ شو جاوبيني؟ جاوبيني يا بنت. لا قالوا نحن كنا مفكرين الشيخ زادة أفندي ملاك نازل من السماء، كيف مخلي هدول عنده؟ أكيد بيكون ما انتبه لهم. ولمعلومك، كل ما الناس عليت وكبرت كل ما تعجرفت أكتر وما عادت تشوف شي، وبيكون ما انتبه لهالوسائق. نحن ما بدنا نصير مثلهم يا سوكولو، وبالمجهود يلي بذلته بهاي المسألة كسبت ثقتي الكبيرة. هذا لطف منك يا سلطانة. بتحبي أخذ لك موعد مع شيخ الإسلام لتواجهي بهالوسائق؟ إيه طبعاً، وإجا الوقت لنصرفه من حياتنا. ليش بدكن تخلوني معكن هون لسا؟ لك جاوبني، عم بحكي معك انت. خرسو ما سمعيني صوتك. ليش عم تخبي وشك ورا هاد القناع؟ انت واحد جبان، لو كان عندك شوية رجولة ما كنت تخبيت ورا شقفة هالقماشة. جانا مرسال. خلي يجي لعنك. بتشكرك كتير يا شيخ الإسلام لأنك ما خجلتني وإجيت لهون. هذا شرف إلي يا سلطانة. إلي لي بشو فيني ساعدك؟ بتساعدني إنك تطلب عزلك من منصبك. شو بيعني هالحكي يا سلطانة؟ أنا ما فهمت المغزى من مزحتك هي. اللي عم بحكي مانو مزح يا شيخ الإسلام، أنا بكل لطف عم بطلب منك، علماً إنه ما عندك أي حل غيره أبداً. مو هالختم ختمك يا شيخ؟ لسه في بين ايدي ورق تاني. والغريب بالقصة انه هالاشخاص اللي انحطوا بالوظائف المهمة هي هن طلابك ومتدربين على ايديك يا شيخ. بس هذا الشيء ما بيصير. لو كان قاضي او مستشار عدلي يلي مساوي هيك عملة كان فورا بينعزل. بالاضافة انه هذا الحكي اسمه واسطة، بس ما حدا في يعزلك من منصبك. بس إذا حدا بيدرى بهي الحادثة رح تتبهدل بين الناس، ورح تتبهدل كل عائلة زادة أفندي. بعتقد أنت مو حابب يصير هيك شي،
عم تهدديني يا سلطانة؟ بالعكس يا شيخ الإسلام، أنا جاي أطلب منك. عم بعطيك فرصة لتروح من دون ما تخسر هيبتك وقيمتك. قرار إلك. في شي بالبلد؟ شو يلي عم بيصير؟ خير. قلي مين انت؟ شو عم بتساوي هون؟ كنت راجع على بيتي وفجأة لقيت خيول وفرسان عند النبعة، قمت خفت وهربت، وأنا عم بهرب منهم التقيت فيكم. قلولي صاير شي؟ روحوا شوفوا مين هدول فرسان، وانت كمان روح. أهلا وسهلا بحضرة شيخ الإسلام. أي شيخ الإسلام هاد؟ الروسية الشمطاء هددتني بشكل علني، لقيت وثائق بالسجلات بتخص تعيين طلابي بأمر مباشر مني، وإذا ما قدمت استقالتي رح أتقدمهم لمولانا السلطان. أنا شايف إنه السلطانة هيام صارت تهاجم من كل الجهات، بس نحن مستحيل نعطيها الشي اللي بدها. أنت عارفان شو عم تحكي وشو عم يصير؟ نحن على وشك نخسر كل شيء، وإذا بنخسر هالمقام كمان أكيد رح نضعف كتير. صار لهم مدة عم يضغطوا علينا كتير، إذا بنستمر على هالحالة رح ينكشف أمرنا، ونحن أقسمنا ما نكشف حالنا لو شو ما صار لحتى نتخلص من الملاعين أمثال رستم باشا اللي عم بيمص دم دولتنا العالية. أملنا الوحيد هو الأمير مصطفى، وإلا ما يأتي للعرش، وإن شاء الله وقتها دولتنا بتصير تحت قيادة شخص شجاع بيخاف على شعبه وبيهتم فيه. ايه ان شاء الله. نحن ابدا ما لازم نتراجع عن الهدف اللي قدامنا. بعتت خبر للسلطانة بتكون قلقانة علينا؟ بعتت يا سمو الامير. بصراحة هدول هن الرسل يلي بنوثق فيهم. مين انتو؟ شفتكن بعيني كيف عم تقاتلوا، واضح انكم منكن رسل. خضر باشا هو اللي امرنا يا سمو الامير، وبعتنا خصوصي لحتى نحمي جنابك. طالما هيك ليش ما خبرتوني من البداية؟ اغفر لي يا سمو الامير، كان الافضل يضل الامر سري، كل ما كان الموضوع بالسر كل ما بتكون بامان اكتر. بس اغلب رجال الباشا هني بحارة بالاساس، وما فيهم يتنفسوا نفس واحد بالبر. نحن مشات وساعدنا الباشا كذا مرة بمعارك البر، جنابه بيعرفنا منيح. لو شو ما كان أنا بحب أعرف شو عم بيصير حواليه. إذا في شي تاني لسه مخبينه عني احكولي يا هلا. أستغفر الله سمو الأمير، هذا كل شي نحن مخبينه.
فيرونيسا؟ فيك تدخل سمو الأمير. أنت منيحة؟ عم تتوجعي من شي؟ منيحة. هلأ ما بقى فيني أخدك على أماسيا، رح تكوني بأمان أكتر إذا ضليتي جنب أبوكي بالعاصمة. صح أمان، بس بعيدة عنك. يعني لو صار لك شي وأنتي عندي ما كنت رح سامح حالي أبدا. بهداك اليوم زعلتك بكلامي، جرحتك، وبسببي رحتي وتركتي القصر. على طول كنت أقول إني بقدر أحمي حالي، بس غلط يا سمو الأمير إني طلعت بدون حراسة. لأنه هالشي ما احتجتي له من قبل، وحياتك كانت مستقرة، كنتي حرة بكل شي وعايشة حياتك مثل ما بدك للوقت اللي إجيتي فيه لعندي. أنا ولسنين طويلة حبيتك من بعيد، ورح أرجع حبك مثل أول. ميرونيسا، أنا كل اللي حبيتهم خسرتهم وصار في ضرر، أولاً لنفسي ولألهم كمان. وهي انتي شفتي شو اللي صار. ماني حابب اخسرك كمان. بس انت عم تخسرني بهالتصرف. بدي اياكي ترجعي على العاصمة. توقعت جايتك يا شيخ زاد أفندي. خير؟ شو هو سبب زيارتك؟ مولاي، فكرت كثير بالكلام اللي حكيتوه معي من قبل، وأنا قبلت بهذا المنصب بعد ما حضرتكم طلبتوا مني، وراح أتركه بالوقت اللي بتطلبوه مني. المهم رضاكم يا مولاي. بإدارة أمور الدولة العليا ما في زعل بنوب، وطالما عم بتقوم بوظيفتك من دون تقصير فهذا المقام لإلك. المرحوم محمد بيري باشا له أفضال كبيرة علي، الله يرحمه ويغفر له. آمين. مثل ما بتعرفوا حضرته كان وزير أعظم بدولتنا العلية، وفي عنده مقولة معروفة بتقول: لا تنتظر أن تستغني السلطة عنك، أن تستغني عن السلطة. يعني أنت عم تطلب مني أني أعزلك من منصبك؟ إذا هالشي مناسب يا مولانا. وطبعاً الله يرزق الإنسان القدرة والإرادة بالاستغناء عن السلطة اللي بيملكها. وأنا موافق، تم عزلك. ما وصلكم أخبار جديدة عن الرئيس خضر ووضعه الصحي؟ الحكماء عم يعينوه يا مولانا، ولسه ما عرفوا شو مرضه، والباشا عم ياخد استراحة. بعتوا خبر لرستم باشا خليه يرجع فوراً. ومن هلأ المنصب التشريعي يلي فضي بعد عزل الشيخ زادها عين فيه قاضي القضاة الأول أبو السعود أفندي.
سليمان؟ ليش راجع بكير؟ صاير شي مو منيح؟ شيخ الإسلام طلب العزل وأنا وافقت وعينت محله أبو السعود أفندي. أبو السعود أفضل منه، وأصلاً هالمقام كان كبير عليه ومخرجه. خضر باشا تعبان كتير يا مولاي، وعم بيقولوا حالته الصحية سيئة، وأنا كمان قلقان عليه. أنت ضروري تزوره يا سليمان. وجودك جنبه رح يعطيه القوة. الله يوفقك ويحفظك يا سمو الأمير. أنا مديون لألك بحياة بنتي، بس يا ريتك ما أجيت لهون. مهرونيسا خانم كانت أمانة برقبتي، ولو ما رجعت بنفسي ما كان ارتاح بالي. دستور مولانا السلطان سليمان المعظم. عن جد بهنيك سوكولو، يلي صار كتير منيح. سلطانة، خبروني إنه سمو الأمير مصطفى جاي على العاصمة بدون ما يخبر حدا. الأمير مصطفى دخل بطريق ما في منه رجعة. مولاي السلطان رح يرجع على القصر وبراسه شكوك كبيرة من هالقصة. اشهدوا على كلامي، رح ساوي كل شي بقدر عليه لحتى خلي هاي الشكوك تصير حقيقة.